ويا اهلا وسهلا، يا مرحبا، اسعد الله يومكم بكل سرور. شوفوا شكل المكان، والله الجزيرة احسن مشروع ناجح يعني جدا. سبيس اوريدي اوكيبايد، شوفوا هالمدانية. حق شو مسوي دوارنا؟ سؤال، حق شو مسوي دوار؟ خلينا نوقف اللعبة ولا اقول ما داعي، خلاص بكنسل الدوار، زعلت. وبسوي شارع، برايا دم، ما نقدر نحصل كل شيء نبغى، صعب لأن أصلا هني فوق في ناس ساكنة هني بروحها. هني لحظة، خلنا نسوي الشارع سيدة. أيوة هني، لا مش هني، جسر هني مو منه فايدة. أحس سوي هاي، أسوي فريج العجيب هني، بسوي نفق مع انه ما يستاهل نفق. لا منو بيحط نفق هني؟ لا لا ما يحط نفق هني، ما يحط نفق، غلط هني نفق، تماما غلط. بس نبغى بيت هني، شوفوا، ونبغى الشارع هذا نفسه يلتف يوصل لين هني. طبعا هني خلاص نستوي شارع، صدقي راح يكون اكثر من منفذ للجزيرة، اكثر من منفذ. وين لين هني؟ شوفوا ها، مكان خطير والله، انه مكان خطير ترى، جميل جدا. بس ابو في نص المدينة هني، لان هاي محطة قطارات، ابا دكان عند محطة القطارات، دكاكين هني، اربع دكاكين. الناس اللي بتي محطة القطارات لازم شو تسوي؟ تستانس. دكان لا هني، دكاكين، دكاكين صوب واحد بس، دكان صغير يمكن هني، دكان صغير هني. اذا استوى زين، استوى بيكون شي زين، استوى دكاكين. هني حد يروح يرد؟ والله في ناس تروح ترد. بس السؤال اللي هني، اذا بحطي باص، اوكي ركزوا معي، ابا محطة حلوة تليق بالمدينة. هني ما في مجال لعبان، شو مساحات نفس باقي الأماكن. نبي نحطي حطت باصات، حلو، حطت الباصات هاي تعطينا درب. درب من وين؟ من محطة الباصات نفسها لين النص، لين هني، لين الشارع هذا. الناس على طول تمشي من وين؟ الباص ستيشن، يروحون على طول محطة الباصات هذا لين هني، أو لين نقطة التوقف هني، لأن بيكون محطة الباصات عند نقطة التوقف أصلا، اللي هو الناس ترجع لها، اللي هو هاي. بأول شيء الناس تروح تنزل المدينة، ما بالباص يسوي زحمة، بس لا لازم يوقف عندها ويوقف هني ويرجع يسوي زحمة هناك، ما بيسوي زحمة ويرجع يوقف وين؟ مقابل مجبور شكل الباص يطوف هني، بس يوقف عند الووك ويروح.
اتو فيهيكلز الحين بنضيف باصين، وشو بسوي؟ ابو اضيف هني عند الباص هذا مكان عبور مشاة، شوفوا حق شو، لا هني ما اباه هني مرة يخطفوا يخطفوا الصوب الثاني وبا بس. اوكي ها ممتاز، ينزلون من الباص يمشون شوي يروحون سيدا بوس ستيشن او العكس، يجون هني يخطفون دايركت طوالي طوالي على طول. ب هالصوب بيكون فيه فنادق، هالصوب كله فلل، يمكن امد شوي الشور بعد، ابا كروز بعد اللي هو السفن هاي اللي عرفتون تروح هاردن سوي مشروع السفن. خلنا نحط هني نسوي لهم زوم هاي كلن دكاكين على الشارع، ونرد هني نحط بيوت كاملة. بيوت بيوت دكاكين شوية بيوت، ايوه هاي منطقة كاملة الحين عندنا. هاي اللي تمو يغرقون شكله، خليهم يغرقون شوي ما عندهم مشكلة. بيلدينجز فلودينج بحصل له حل، ماله بحصل له حل. هني بيكون عماير من الفنادق والمنتجعات، وين الشغلات اللي على البحر، هني السياحة بتكون تشوفوا المكان ترى الصراحة لذيذ، بدك تحطيه سندويتش وتاكله كان وايد حلو وايد very nice. هذا بيكون مكان سياحي، بحطيه منتجع هني جنب هذا، مشروع ناجح، بسوي ووك ممشى وهالسوالف ويسير. الحين اهم شيء حد يستعمل هذا، هي في حد يستعمل هذا. الحين اللي ابغاه ابغى احطي اول برج في المكان هذا وجنبه شيء تجاري ضربه واحده يعني، بس ابغى فندق لان هالمكان البريمو ابغى شيء ادرس فنان نفتح له فرع هني بدل هناك، بس هناك عندنا فرع نحن صوب المطار ترى لو تذكرون، تذكرون فرع اللي عند المطار، نفتح له فرع ثاني هذا فنه مول، لازم نحط مول هني. بنحطي أبا شيء مميز، هذا صغير بنحط حياة ولا درس ماريوت، ماريوت بنحطيه. يوه يا الماريوت مضخمة، لا والله صدقون شكله مشهور وناجح، بس شو لازم لازم ندره شو هي الشارع شكله صغير شيء، بمدرى شارع شير واربع شو هذا هني، بنسوي له وصله لهني طبعا، ها مش وصله لهني، لا استغفر الله مو بسوي له، ايوه مكان صراحه ما رجال، شوف شوف كيف في مسبح هني فوق، يوه مليون والدين الصراحة، بس كهرباء يبالة كهرباء مشكلة، يحبون يحبونهم الطاقة الشمسية. يحبون الطاقة الشمسية طبعا. فندق نفس هذا بهالحجم هذا بيكون عنده خدمات مختلفة شوي، الخدمات اللي بتتي مختلفة على الجسر هني،
صوب النفر، بيكون في أكيد هني مطاعم سوالف، لازم نسوي جسر مشاة، نحط لنا شيء في الوسط، مطعم يمكن بروحه، هالجزيرة نحولها لمطعم. أقدر أحط هني شارع لحظة سؤال. هي أقدر أحط هني شارع زين، أقدر أحط شارع هني نايس. بس مش بالطريقة هاي، لا ليش؟ لأن أبغى جسر صغيرون، لأن بسوي جنبه مشاة، بسوي جنبه شو؟ مشاة. سوي هني جسر، ما بعرف، بسوي جسر عادي. اوكي كنسل هذا، ما روم ارفع الجسر. هاي مشكلة ثانية ترى، بس ترى ممكن نسوي شو جسر هاي تو هاي. أبو أسوي وصلة، بس مش قادر لا أرفع ولا أنزل هذا. شيء راح يلعوزني شوي حاليا. I'll cancel this. اوكي نجرب بالعكس. السيارة مو طلعت، مو ويتني السيارة هاي زين. خلنا نرفع الارض. هذا اوكي مكانه. ابى احط هني لحظة، اول شي خلنا هني حقل شو هني مكان استغل الاراضي بسوي. شوفوا هاي حق اللي من فوق، بس شو جنبه لازم يكون ممشى. الهدف ان كل الناس تمشي من وين؟ الفعلي تمشي من الفندق زين لين لين ورا هني. ومن هني تمشي لين هني شو هني. ما ينبني خايس، ما ينبني، ما عليهم مشكلة. نحط لهم كروس ووك هني الشارع، تمشي من اخر الدنيا من عند الفندق لين وين؟ لين هني، على اساس شو يسوون؟ بس ياكلون في مطعم طبعا ويستانسون. انا ما بحط شيء هني، عقب بحطي ها حق المستقبل. بيون هني، يو يا زحمة الفندق، يبال الفندق من ورا
نسوي له نفس السيرفس رود هني كأنه تابع لمنو نسوي له شارع ضيق يقول تابع لمنو من الفندق هذا بيكون مبنى الباركنات هني وبيكون في شيء هني ما أعرف بس بعدين بقرره مش الحين بار مش بالعربي ما أدري على كل شيء ترى بالتدريج بقعد أسوي الجزيرة نوعا ما أجزاء شوفوا هذا باركنات منو الفندق هاي باركنات الفندق ورا الفندق مرة هني ما في شيء دار مرة طيبة هنا باركنات الفندق يوم يشلوا موتر كيون يوقفون هني العالم والناس سوي سيدة بس في هني هالمساحة بتكون شو بالخلف والمساحة الفعلية تكون ورا الفندق وتكون على البحر لحظة خلينا نرفع الشارع ننزل الشارع من هني شوي نعدله مع الباركن اوكي شكل الشارع يكون اوكي يعني يكون قبيح اوكي الشارع يوم تنزل تحس انه باركن ايوه تحس انه باركن على الاقل من يوقفون سيارتك يقعدون يلفون عليك لا عندهم مبنى باركنات مالهم خاص فيهم تاخذه من ورا الفندق اللي هو تقريبا ما حد يوقف فيه الا اذا يبي بركن مو الفندق الماري شيء عجيب بلا يسكن مجرمين زين خلينا نحط لهم في المدينه اذا يشتكون من مجرمين كيف الانكم مالي زين بس بعد يبغى الانكم زياده ابغى كل شيء ابراج هني كل شيء كم شرطيه كم دوريه لحظة هاي سوري فاير ما كان عندي مبنى للشرطة تصدقون شكل ما نزلت المبنى ما عاد هذا فترة الكباسيتي كارت 25 3 هذا بنسوي لهم هذا شكله هذا بيكون من ضمن خطة ها بيكون حلو جنب شو اسمه تصدقون محطة الخطار يكون جميل والله قاعد يسرقون هناك العالم ترى شكله في حد موقف هني عند الجماعة باركنات حديم والباريش اللي شغالين سرقة شكله الله ما في محيدة الحرامية كل مكان يحصلوا له مكان ما في محيدة حرامية ما بطول زيادة كان فندق الماريوت ترى المكان عجيب مكان رقم واحد تعال انت تبغى مي زين مكان ترى رقم واحد فندق الماريوت المهم هاي كانت حلقتنا اليوم سيتي سكاي لاين ومشروع جزيرة شغال ترى ف نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية على خير والسلام عليكم ورحمة الله.